ولادي ثلاثة معوقين وأنا مريضة وعندي الدقة وعندي القلب. ها هو نحن في الزنقة في البرد والشتاء، أنا دابا راه كتشدني الدقة في الليل. عندي إلا ما درت الرابوس ما نعس، وأنا مريحة في الزنقة وحشومة هادشي اللي دايرين لنا وعيشة الملك. ما كيتسنى حتى ريال، كنأدوا واجب القراء ديالنا في المحكمة. كيتسنى هاد الشهر اللي خرجنا فيه. حنا كنأديو واجب القراء ديالنا، السيد كنأديو وكنخلصوا المحكمة. ونتفاجئوا بالفراغ. نهار الخميس جاو عندنا الشرطة، بوليسيات والكوميسير ونعاون القضائي والناس من المقاطعة مع الدقة، ما عالمينا ما عارفينش النهار اللي غيجيو فيه. حنا حقا محكومين بالإفراغ، ولكن النهار اللي غيجيو فيه ما عملوميش به. الوقت اللي دق عليا أنا لابسة تريكو وسروال مع الدقة، قال لها الكوميسير هزادي لصطافيت. كنقول لها تلقينا بيت، راني مريضة، تلقيني راني مريضة. قالت شدتني وحدة من هنا ووحدة والاخرى من اليد الاخرى، وهزني حتى لهاد بغاني يخرجوني من ليه مع الدوره، ضرب لي راسي مع الحيط. تنغوت تنقول تلقوني الله يهديك، مرا البوطه شاعله الفران شاعل، عندي جوج دراري طربيه في الدار ولاد بنتي. من عند الله من حسن النيه ديالي تعكلت طاحت ليه تلاحت على ظهرها. تنطرت من الاخرينات وهربت، خرجت من هنايا هربت. لحقاش من يديروني في الصطافيت، هادوك الدراري تحرقوا. درت من عند جيراننا نقصت من الشرجم دخلت لداري وبركت. جا ليا ثاني قال لي ما هي جات، خشيت يدي في الباب كنبقى هما يجروا وانا نجر. قلت لهم ما غنخرجش، ما نخرجش نخرج حوايجي مني منك مني. قلت لهم ما غنخرجش كنخرج حوايجي. عاد واحد البوليس يحن فيا قال لي يا خالتي بركي وردي الروح فيك. قلت لي ما يمكنش ليا نهز حوايجي ونهز دوايا، واش انا نخرج بلا دواء نخرج نموت؟ انا هاد السكينه سكنت فيها وانا عمري 8 سنين عام 1968، واليوم في عمري 63 سنة 57 عام بس ساكنين. واش مرا موسينا في هذا السن تضرب مع الحيط وهزوها يضربوها في يدها البوليسيات؟ ماشي زعما اش درت؟ واش انا كنبيع الحشيش؟ انا ماشي مواطنة، انا ماشي مغربية، واش افريقيا عنده الحق عليا انا؟ اش هاد؟ واش هذا هو حقوق الانسان؟ هذا هو حقوق الانسان؟ اش من حقوق عند الانسان؟ فين غنمشيو وحنا مراض ما كنصبروش البرد؟ انا كنبات كيحطوا عليا العيالات اربعه لمانط هنا في العشه هذه، اربعه ديال لمانط باش ما يجينيش البرد. كنبات نقفقف حشومه عار وعيب. هاد السيد هاد الملاك شردنا، حسبي الله ونعم الوكيل. حنا كنتاجو القضاء يديرونا يشوفوا من حالنا، شوف ما عندنا وليدات مدخلينهم يقراو بالفلوس وخاصهم. واش حنا خلصنا ونديهم فين غنديهم؟ بنت كسب كي قالوا لها تعطينا 36 الف باش نوصل لك برنوصي. ايوا وهي معوله على مثلا 20 الف ريال، زاد 16 الف ريال. قالت ما هي حاله، الاقل يواجهنا يجي عندنا، حنا ما هاربينش ليه ما مانعينوش ما حالو هذا. وهذا الملاك راه شرا العامر، ماشي هو اللي شرا في 2005 شرا عامره بيت السكان. وكاين ناس 13 دار شاريه الساروت من عند الملاك الاول اللي مات. حسبي الله ونعم الوكيل. انا وحده من هاد الساكنه المتضرره اللي حنا دابا مشردين هنا في الشارع، وحنا كنسكنوا في المنطقه ديال عين سبع، الرابطه ما بين عين سبع وزناته المحمديه، الطريق الساحليه. دابا هاد الانسان حنا كنأديو الواجب ديالنا الكرا، الوالد ديالو شرا بالعامر ب 2005 1116 متر ب 34 مليون. واش هاد المكان كيسوى 34 مليون؟ واش كتعرف راه كاينه الخشونه في الضريبه وفي داكشي كياكلوا الدوله. والان دابا حنا كنتفاجئوا جاو لينا على غفله، جاو لينا بعد الاسبوع اللي فات في شهر 9 وجاو لينا ثاني دابا. جاونا بقوه كبيره هاد السيمانه ثاني، جاونا بالقوه دخلوا فيهم حتى النساء ديال الامن اللي جاو. ولو هجموا على عباد الله، جاونا مع الصباح مع 8:30 ندخلوا على عباد الله لديورهم، حبسونا حاصرونا حنا هنا حتى حد ما خلاه يدخل. لاقاش هاد البلاصه كاينين جوج الواجهات، كاينه الواجهه ديال زناته الواجهه ديال شارع العنفاء، راه عنده لهي وعنده هنايا. ودابا حنا مشردين الشارع، حوايجنا باقين في ديورنا، عندنا نساء اراميل، عندنا ولاد اللي هما مراد، الدراري مساكن كلهم كيبكيو صغار، لا حفاظه حفظوا في هاد العطله ما داروا حتى شي حاجه، كلشي كيبكي. ودابا حنا عرضه للشارع وحنا كنناشدوا سيدنا نصره الله ياخذ بيدينا ويشوف من حق المسكين. ما تشردوش حنا للشارع، هادشي راه ضحك، كيضحكوا فينا العرب
اللي كنقولوا المغرب زوين بس زوين بالتشرد، يشوفوا من حالنا ويوقفوا مع الناس ويساعدونا. حنا ما بغينا والو، يجي يتحاور مع الناس ويوقف معاهم. حنا ما قلنا اللي يعطينا 30 ولا 40، حنا كنطالبوا غير بسكن لائق اقتصادي فين تسكنوا. حنا ما بغينا والو، والان حنايا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، والنساء والمسؤولين في هذه البلاد ياخذوا بعين الاعتبار ويشوفوا هاد الناس المتضرره. هما ما بغاوناش نديروا هاد السكن العشوائي ولا هاد البلاستيك ولا كشي. اذا فين غنمشيو؟ ديورنا سديتوهم، لحتونا الشارع، وشنو المصير ديالنا؟ المصير ديالنا هو هاد السكن. دابا كيقولوا كيحاربوا الصفيح، وحنا دابا في الصفيح. دابا ياخذوا بحقنا. حنا ما خارجينش. كرانا راهو مخلص ديال 2023، راه مخلص فيه بلي باغا يحيد الناس. ما كانش ياخذ الاداء ديالو في المحكمه ديال الكرا، يجي عند الناس ويبرك في الطاوله ديال الحوار ويتحاور مع الناس ويبرك معاهم ويشوف اش بغاو هاد الناس. وانا باش يجي يشردنا في الزنقه، لا هادشي ما ينبغيوش. السلام عليكم. شوف اخويا، حنا هاد السيد تعدى على هاد الساكنه كامله. اننا كنا ساكنين في ديورنا من 1971، اما التواصل ديالنا هما عندنا كل شيء، ماشي غير انايا، كاع هاد الساكنه ديالنا وكل وناس مسالمين. انا هاد الناس ما علمونا ما والو. السيد كياخذ الكرا ديالو، ما حنا ما حرمناش من السكن ديالو، ولكن ما يجيش يدير لنا هاد التشرد اللي دار لنا. هاد راه حشومه وعار، راه حشومه وعار. ما كاينش غير انا، راه 120 خلق اللي كاين في هذا، 20 دار كلهم جاوا ما علموهم ما والو، ما عاطينهم لا وراق ديال الافراغ لا والو باش يجيو يخرجوهم. مع الصباح الناس باقا ناعسه ودفعوا عليهم بيبانهم. راه حشومه شردنا. حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد. راه كاينين الناس مسنين، عرفتي النهار اللي خرجوا الناس، النهار اللي صبت الشتاء، الناس بيتين في الشتاء. حشومه وعرفت مش قلبهم مش الرحمه. راني وليدي مريض، الله جابوني والبارح من السبيطار وليدي مريضه وليدي، وخرجونا كرفتونا في هذا الشتاء وفي هذا البرد. وليدي حنا عند ربي وسيدنا والمالك، الله يحفظه لينا، يشوف من حالنا ويعاوننا. عافين تسكنوا فين تخشوا من هذا البرد وليدي. راني ما عندي والو وليدي، الراجل كان مسكين يطلعوا طاف البحر، ما عندي لا نتريت، ما عندي لا خدام عليا. بعد الخطر نطلعوا طاعد المحسنين ونخلص لي كراه وما عليا حتى دين. مخلطة لهاد السيد كراه، ما يتسالني حتى حاجة. عندي الرواتب وعندي كل شيء يا وليدي. والله يجعل سيدي ربي يطول لي عمر وليدي سيدي محمد، ويخليه لينا ويعطيه صحيحته ومالكنا ويحفظه ويشافيه ويعافيه. كيقول لك خير الكلام ما قل ودل. احنا بالنسبه للموضوع ديالنا والمشاكل والشارع والمرض، ولينا احنا كنحشموا من الصحافه باش نوصلوا لهم هذا الشيء، لان لا على الصعيد الوطني ولا العالمي، حتى احنا كنبارطاجوا على الناس اللي عندنا في برا كل شيء، صحابنا احبابنا كل شيء، كنقول لهم بارطاجوا معنا باش الصوت ديالنا يوصل. ولكن باش نتعرضوا لهذا الظلم بحال هكا راه عيب وعار. راه الفقر ماشي الفقر الجيب المال، الفقر الاخلاق، فقر الضمير المهني. راه الفقر فيه انواع، ماشي قضيه فلوسك ما عندكش، راه كل ارزاق بيد الله، الطبقات، داكشي اللي قسم لك الله غتعيش به. ولكن باش بنادم يركب الموجه ويدير واحد المشروع ديالو الله يسهل عليه، ولكن باش يضغط على هاد الناس المساكين والدراويش راه حشومه. على الاقل هذاك السيد القاضي اللي بغى يحكم يشوف الوضعيه ديال هاد الساكنه كي دايره، من ارامل راه كاين الارامل، واش بقاو غير العيالات هنا حقروا عليهم؟ كاينين الشيوخ، كاين مسكين ما عندوش لانتريت، المخيره فين هنا كتشد 12 فريه ديال لانتريت للشهر، اش غدير بها؟ دوا طونسيون، السكر، دابا حتى لا كارت ناسيونال، دابا ملي على تسالي لي لا كارت ناسيونال انا باركه في الزنقه، اش من عنوان غندير لهم؟ نمشي لا غيعطوني شهاده السكنه، ما غيستقبلونيش لا في ملحقه لا في كوميساريه لا حتى حاجه. ما عنديش الوطنيه، ما عنديش ديك المملكه الوطنيه، ما بقاتش عندي المملكه المغربيه. دابا انا في الزنقه، اش من كارت ندير؟ ندير العنوان الزنقه؟ لا كان من الناس المسؤولين كنطالبهم ورسالتي ليهم، اللي عنده غيره على البلاد وعلى المواطن المغربي وسيختو الفقير الدرويش. لو كانوا عندنا نيت حنايا، كاينين الناس هنايا اغنياء راه حتى واحد ما يقرب ليهم.
ولكن حنا ناس ضعافه. وقلت لك الفقر راه ماشي عيب، الفقر راه فقر الاخلاق والضمير المهني اللي ما كيأديش الواجب ديالو. كناشد الناس المسؤولين منهم الوالي الجديد ديال الدار البيضاء، نتمنى انه يتدخل يدير لنا واحد المراسله، نمشيو حتى لعندو حتى المقر ديالو. الناس المسؤوله اللي على عين السبع حتى هي تدخل تشوف من حال هاد السكينه، راه كنباتوا مع مواتنا هنا في الزنقه وليداتنا، راه حتى المخازنيه المقاطعه كلشي كيبات، راه حشومه. حسبي الله ونعم الوكيل، نتمنى رسالتنا توصل. شكرا.